حضرات السيدات والسادة، إن ولادة هذا البرنامج الجديد كان برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله بنصره. ندوة اليوم المنظمة بشراكة مع جمعية المحامين الشباب القصر الكبير، التي أود بالمناسبة أن أتقدم إليها بالشكر في شخص السيد الكاتب العام والسادة أعضاء المكتب الجمعية، لأن في الحقيقة فكرة هذه الندوة هي فكرة جمعية المحامين الشباب القصر الكبير، وكان مبرمجا أن تعقد هذه الندوة في مدينة القصر الكبير لولا صعوبة التنقل بالنسبة للأساتذة المتدخلين، التي اقتضت بعد استشارة مع السيد الكاتب العام والسادة أعضاء المكتب الجمعية أن ننقل مكان هذه الندوة إلى مدينة طنجة. فشكرا لكم السيد الكاتب العام والسيدات والسادة أعضاء المكتب. وفي هذا الإطار اعتبرت العدالة محورا أساسيا من محاور التقرير، إنه لكي تقوم مهنة المحاماة بدورها في تحقيق التنمية المنشودة يقتضي الإجابة على بعض الإشكاليات التي تطرحها المهنة في ظل المحاولات لإضعافها. توطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض ولا مناطق رمادية، وترسيخ حماية الحريات. اللقاء كيجي في إطار الأنشطة اللي كتقوم بها هيئة المحامون مختلف مؤسساتها لتناول موضوع جد مهم بالنسبة لمنظومة العدالة في المغرب. كما يعلم الجميع أن هناك رغبة في تطوير هذه المنظومة بالنظر إلى الأدوار التي تقوم بها على مستويات متعددة، فلذلك هناك مداخلات من أطراف حسب كل متدخل من موقعه، خاصة وأن الجانب الأساسي كان فيها ومرتبط بالنموذج التنموي، وكما هو معلوم أن هذا التقرير كان فيه محور خاص بدولة الحق والقانون، واللي كيشكل فيها الموضوع ديال العدالة الحجر الأساس. من دون شك كذلك أن الكل يعلم وضعية القضاء في المغرب ومكوناته، لذلك فالمداخلات ستنكب على تشخيص هذا الوضع وعلى وضع تصورات للكيفية التي يمكن أن يواكب بها مكونات القضاء لتنزيل مضامين النموذج التنموي. لحد الآن هناك لقاءات كثيرة في نفس السياق حتى لا يتم إغفال هذه الوثيقة المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي التي يراهن عليها المغرب في ترسيخ مفهوم الإصلاح المستمر والمتواصل، وذلك في إطار المصادر التأديبية الخاصة بالقوات على خلاف باقي المهن من خلال تدريب إقراء المشروع، لكن للأسف كان نتيجة ذلك المصادر كما سيأتي بيان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.